ننتقل إلى صحيفة الجريدة ومنها نطالع المجلس الثوري لاعتصام القصر يدشن نشاطه ويطالب بالحل الفوري للحكومة. تمسك الناطق الرسمي للمجلس الثوري لاعتصام القصر نصر الدين إلياس التيجاني. تمسك بضرورة حل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات في أسرع وقت. واتهم في مؤتمر صحفي أمس بمركز الحاكم بالخرطوم لتدشين نشاط المجلس الثوري لاعتصام القصر الجمهوري. اتهم الحكومة بسرقة الثورة ورفض وصفهم بالفلول واردف مؤكد أننا ثوار حقيقيون ولنا مطالب حقيقية وإن لم تحل الحكومة فسنتجه إلى التصعيد. دعنا نبدأ من آخر الأخبار أستاذ حسين. اليوم في صباح اليوم تم إغلاق كوبري المكنمر وإغلاق بعض الطرق. بداية ما الذي يحدث الآن فيما يتعلق باعتصام القصر؟ هو ده تصعيد من قبل الاعتصام القصر لحد ما تتحقق لون المطالب اللي هم رافعينها. المطلب الرئيسي لهذا الاعتصام هو حل الحكومة. هل هذا ممكن؟ غير ممكن. ليه؟ لتعقيدات دستورية وقانونية في الوثيقة الدستورية. حل الحكومة لا يتم إلا عبر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والحرية والتغيير. وده فيه إشكالات بالنسبة للوضع الراهن هسي. أيضا من ناحية تانية بعض أنا استمعت للمؤتمر الصحفي للحرية والتغيير أمس في وكالة سودان للأنباء بأنه الحكومة لن تتحل. استمعت لحديث الأستاذ ياسر عرمان أكد فيه على ذلك. فلذلك وأيضا أعضاء في الحرية والتغيير بيفتكروا أنه حتى ولو كانت المعضلة التي تغيب في حل الأزمة هي ذهاب هذه الحكومة لا يمكن أن تسحب ليتم الحل في الوقت الحالي حتى لا يعني يعتبر ده استجابة لمطالب العساكر كما هم يدعوا أو استجابة للمطلب بتاع اعتصام القصر. طيب جسم جديد يخرج من رحم اعتصام القصر يسمي نفسه المجلس الثوري لاعتصام القصر ودشن أعماله بمؤتمر صحفي أمس. كيف ينظر لهذه الخطوة في هذه المرحلة الحرجة من عمر السودان؟ هي المرحلة دي كلها الأزمة اللي احنا موجودين فيها هي مرحلة كسر العظم. وأي زول بيحاول يكبر كومه عشان لتحقيق مكاسب بالنسبة له في آخرين بيفتكروا إنه بيروا إنه الحكاية دي دائرة تمشي كده للأمام عشان تكون الناس يقعدوا يجلسوا مع بعض ويكون يعني في أخذ وعطاء فيما يتعلق بهذه الشراكة. الشراكة دي فيها الفترة الجاية الرئاسة حتتحول للمدنيين دي حيكون فيها أخذ وعطاء ده تفسير آخرين. كذلك فيها قضايا مهمة جدا إصلاح القطاع الأمني والعسكري. فيها موضوع مهم جدا أيلولة المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش. فدي كلها آخرين بيشوفوا إنه مرحلة كسر العظم دي لتقديم تنازلات من قبل المدنيين. المدنيين من قبل آخرين بيوصفون إنهم قدموا تنازل كبير جداً في شراكة وصفوها بأنها شراكة الدم ودي الآن أصبحت لهم درس. هم ذاتهم بيفتكروا إنه قبيل قدموا تنازل حفاظاً لمصلحة البلد. الآن المدنيين اللي كانوا بيتكلموا عن كانوا موحدين الليلة انقسموا. المدنيين ما بعد فض الاعتصام والجلوس ومع المكون العسكري كانوا موحدين. الآن طلع منه أن الحزب الشيوعي أصبح لوحده فرز عيشته وطرح مبادرة له بالنسبة له لحل الأزمة في البلد. كذلك هنالك مجموعة اللي كانت سمت رقبتها 9+1 وهي كانت جزء لحد قريب ده لاعتصام القيادة من بينها حزب البعث السوداني اللي طلع بيان وقال هو اعتصام القصر ده ما بمثله. الآن في الحرية والتغيير با وفي الحزب الشيوعي زي ما قلت لك وفي حزب البعث المرق من ديل. إذن التشظي طال القوى المدنية وده بيجعل المكون العسكري في وضع مريح. ولكن الأخبار الغير سارة بالنسبة للمكون العسكري إنه مواكب الخميس أكدت عليه إنه الثورة دي محروسة وإنه الانتقال الديمقراطي ده محصن من أي محاولات للردة وإنه الأخطاء اللي عملوها ناس المكون المدني اللي بيصفون بأنهم أربعة طويلة يجب أن يصححوا هذه الأخطاء لأنه الشارع ده واقف اللي في حمر لحماية ثورته دي. ما المتوقع من اعتصام القصر من تصعيد لأنه في أول ظهور لهذا الجسم هدد بتصعيد من أول يوم؟ إذا كان صباح فجر صباح الليلة تم إغلاق كوبري المكنمر قبل يفتحوه
وشارع الجامعة حيتواصل وحتزداد التتريس ده حيزداد وربما يمشي لبعض الولايات. دي هذه التوقعات، ولكن في النهاية يظل أنه ما في الأزمة دي ما بتتحل غير الحوار، لأنها هي ذاتها أزمة يعني ما بتنتظر، ما زالت الأوضاع الاقتصادية متصاعدة يوما بعد يوم، الصفوف في المخابز. حتى الكلام اللي قاله سيد وزير الكهرباء أنه عندهم فيرنس في برسودان وده ما زال محبوس هناك، والآن في بعض المصانع توقفت لعدم وجود السكر. إذن الأزمة ماشية متسارعة، وزي ما وصفها حمدوك بأنها أزمة خطيرة، فعلا هي أزمة خطيرة. هل اعتصام القصر فعلا يتبع للمكون العسكري؟ سؤال مباشر. الحرية والتغيير بيتصفوا أنه يتبع للمكون العسكري، وآخرين بيصفون بأنهم فلول، وهم بيردوا بيقولوا نحن سوار، وأيضا فيهم آخرين حركة العدل والمساواة والسيد مناوي حركة تحرير السودان. ولكن يظل في النهاية أنت مطالبك الطارحة شنو؟ هل المطالب المطروحة إذا كان من الحرية والتغيير ألف أو الحرية والتغيير با، هل المطالب دي بتمشي لدعم الانتقال الديمقراطي؟ أنا قاعد أسمع جزء من الكلام اللي بيتقال إنه توسيع المشاركة السياسية، ما قادر أفهم هل المشاركة السياسية بتاعت العمل السياسي المباشر ولا المشاركة السياسية التنفيذية، عشان الناس يكونوا فاهمين. إذا كانت المشاركة السياسية المباشرة من حق أي ناس يشاركوا حتى على مستوى لجان المقاومة حتى على التنظيمات السياسية، لكن إذا كانت المشاركة التنفيذية في الجهاز التنفيذي ما ممكن أنت تشرك كل الناس، أصلا ما ممكن. أنت عندك كم وزارة هسي؟ نحن وزاراتنا دي مفروض حقه يعني يتم تغليله. ليه؟ لأنه الكيكة صغيرة والأيادي اللي عليها كثيرة، وانت في وضع اقتصادي صعب وفي تركة ذات مروسة. فلذلك الكلام يبقى بوضوح للذين بيدعوا ضرورة توسيع المشاركة، يبقى يقولوا لنا كلام واضح، مشاركة سياسية ولا مشاركة في الجهاز التنفيذي؟ انت عندك حكومة الولايات لحد الليلة ما تشكلت، حكومة المحليات دي والمجلس التشريعي فدي كلها قضايا راجية الناس. ده كله هو في النهاية بغض النظر عن صحة موقف ديل او صحة موقف ديل، الشارع السوداني هو الواقف في الموقف الصحيح.